الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. الطيب عاية بالطبيب، وهذا من الأمثال الجميلة اللي تدخل في السنع ومكارم الأخلاق والخلق. فهذا المثل يأكد يشجع أن الطيب هو اللي يعني الأخلاق الطيبة والمعاملة الطيبة ممكن تسوي لك أشياء ترد عليك أخير حتى من اللي بيسوي لك إياها الطبيب إذا كنت مريض. يعني مردود هذا الطيب إيجابي يكون عليك، إيجابي حتى على صحتك إذا بس أنت أعطيت الناس. طيب تعاملك ويا الناس بيرد عليك بأكثر فائدة من أي شيء ثاني تعتقده أنه ممكن يصير. فهو مثل تشجيع للمجتمع أن يكون طيب، يكون أخلاقه زينة ويا جماعته. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.